يا سوكا ما تزعلنيش منك يا سوكا. خلاص يا مش هعمل حاجه. صباح الخير يا عم محمود. صباح النور. تعالي بس رايحه فين؟ فين يا عم محمود؟ سوكا ما تخش المدرسه ممنوعه، المدير هو اللي قايل بنفسه. ليه بس يا عم محمود كده؟ دي سوكا دي طيبه وبريئه. ليه يا عم محمود؟ وانا كلمتك يا عم محمود ده انا غلبان ما بعملش حاجه لحد. يا عم شايف شايف هي دي سوكا؟ وانا بكلم حد يا عم محمود. يعني قول لي هسيبها فين يعني يا عم محمود؟ انت اخر مره نسيتي اللي حصل ولا ايه؟ رنت الجرس سوكا وتعاجت مع العيال سوكا. وشنط العيال وقلبت الدنيا في المدرسه. هما اللي بيزهقوني. تخبط على الفصول وتجري والله ما بيزهقوني انا ما بعملش حاجه لحد. دي قطعت ورق الغياب بتاع الميس فوق، دي عملت لنا مشاكل والله. سوكا بنتي تعمل كده برضو؟ ليه حد عملها واتهمها فيه؟ بجد والله. وبعدين يا عم انا بعمل حاجه؟ ده انا عامله لك سندوتشات عجوه النهارده وهجيب لك عصير كمان ابعته لك مع البنت سوكا. لا والله اخش اجيبهم لك واجي. ما شاء الله على سوكا والله اميره. شايف؟ والله دي بنتي يا عم. ريت البنات كلها تبقى زي سوكا كده يا رب. ربنا يبارك لك فيها يا رب. خش يا حبيبتي خش يا غلبانه والله. بنتي يا سوكا. ايه يا ماما؟ انا ظبطتلك الدنيا اهو، فتحتلك كل حاجه اللي عليكي. تقفي، مش عايزه مشاكل يا بنتي. عايز اخدك معايا كل يوم، هسيبك فين؟ خلاص ماشي يا ماما. هروح اجيب بضاعه وجايه. يا رب ما الاقيكيش عامله مشاكل. اروحي وتعالي. يلا اقفي يلا ما تغيبيش. حاضر. كده كله فاهم الدرس خلاص؟ فاهم. بص بقى، عايزكم تغنوا معايا الاغنيه اللي انا حفظتها لكم. تمام تمام يلا بينا. علموا يا مدرستنا ازاي نحبها ونخاف عليها طول حياتنا ونحمي ارضها. اتنين في اربعة وكام؟ اتنين في اربعة بتمانية. اتنين في ستة. ايه؟ اتنين في ستة. ما تبصش على السبورة. اتنين في ستة يا مسمار. يلا. اتنين في ستة. انت هتفكر، دي محتاجة تفكير. طب اتنين في اتنين؟ باربعة. طب واتنين في اربعة؟ اتنين في اربعة؟ اه. باربعة. والله ما فهمت حاجة انت يا مسمار. جرس الفسحة ضرب. كل واحدة كده تطلع لي مصروفة. هاتي يلا. اتفضلي. بالطابور. هاتي. هاتي يا صفرا انت. هاتي. اشمعنى انت 10 جنيه بقى؟ اشمعنى؟ ايه القرف ده؟ روح هناك، خد تعالى ورا. انت لابس زي بتاع البنات ليه؟ ما نعملش تاني يوم تغسل. تغسله. طيب نروح. انت مستشور شعرك يلا؟ عامل شعرك استشوار؟ امال شعرك ناعم كده ليه؟ شعرك عامل كده ليه؟ ليه يا اخوي عامل كده؟ شايف البنات؟ شايف البنات شعرها عامل ازاي؟ شعرها لونه اسود. اما انت شعرك لونه اصفر ليه؟ صبغه يا ولا. روح اقف يلا. اللي هشوفه بيضحك هكسره.
ده انتوا ليلتكوا معايا سودا. اهو انتي بقى الوحيدة اللي في المدرسة دي كلها اللي بتعجبيني وما بعرفش اقولك حاجة. بس اقولك على حاجة، انا برضو مش هديكي حاجة حلوة ومش هديكي مصروف. مش عايزة حاجة. اقفي وارفعي ايدك. ما انتي مش هتاخدي حاجة. مش هاخد حاجة والله. وانتي بقى يا صفرة ليه بغلي كده؟ ليه بغلي؟ ليه بغلي كده؟ ليه بغلي؟ بتغلي من الناس ليه؟ ارفعي ايدك. وانتي يا اختي وانا كلمتك هتعيطي وانا كلمتك؟ وانا كلمتك يا اختي؟ ارفعي ايدك. حاضر. وانت اهو انا هسألك سؤال وترد عليا عشان هكسرك لو ما ردتش. حاضر. ليه دايما بتضحك؟ ايه اللي بيضحك في اللي انا بقوله؟ مبتسم في الحياة. انت يا لا يا اللي شبه الفرخة، انت اللي شبه الديك الرومي بالحلقة المعفنة بتاعتك. انتوا التلاتة عارفين بكرة لو ما جيتوش حالين شعركوا ده انا مش هدخلكم من المدرسة اصلا. فاهمين ولا مش فاهمين؟ فاهمين. ايه يا انا؟ انت مالك؟ ارفع ايدك يا انا. وانت بقى اللي شبه الكوباية، انت بقى عارف بكرة لو ما جيتش حلق شعرك انا هعمل فيك، مش هدخلك من المدرسة وهضربك وهفتح لك دماغك. حاضر. وانت يا اللي بتغني، انت يا ناعم، انت مسرح شعرك ليه؟ جايبه على جنب كده ليه؟ انا عايز افهم ايه حكاية الشعر معاكو؟ الولاد ايه خلاص قلبوا بنات؟ لما انا اسيبه من غير ما اسرحه. وانت تسيبه ليه اصلا؟ ما تحلقه خالص. حاضر. احلقه. والله هرطشك قلبي رطتك مكانك. فاهم ولا مش فاهم؟ فاهم. ارفع ايدك. وانت بقى بكره لو ما جيتش حلق شعرك انت بالذات يا معفن انت، انا هكسرك. حاضر. وانت يا حبيبي ارفع ايدك. انا عايزه افهم ايه لبس البنات ده يابا؟ ما عندكش غيره؟ ما كنتش جيت المدرسه. فاهم ولا مش فاهم؟ فاهم. انا مش عايزه ازعقلك عشان انت باين عليك هادي. علي صوتك وانت بتكلمني. ماشي. هو ايه اللي ماشي وانا بكلم مين يا اخويا؟ علي صوتك. ماشي ماشي. وشعرك تروح تحلقه بكره. ناقصة قرف. هي ارفع ايدك يا بابا، ارفع ايدك. وانا لازم اقول انت لو ما سكتتش انا ههبدك في اي حاجة في وشك. حاضر حاضر. انا بقول ايه يا ابني؟ حاضر. ايه مدرسة المجانين دي؟ بالذات انا لو سمعت صوتك انا ما بحبش ازعقلك. خلاص انا ازعقلك. انا اسفه. هو انتوا يا ثلاث صبيان انتوا؟ نعم. كل واحد فيكم جاي لي بسم الله ما شاء الله ب10 جنيه مصروف. ال10 جنيه دي كنتوا ممكن تعملوا بيها ايه؟ تروحوا للحلاق يحلق لكم شعركم. ما تشتروا حاجه حلوه يا خايبين. حاجه حلوه ايه القرف ايه على دماغكم؟ بنفقك يا سوكا. انت مالك انت؟ احلق شعرك الاول. حاضر. ايه القرف اللي انا عايشة فيه ده؟ ادي نفسي. ايه ده، هي التلاميذ راحت فين؟ دي الفسحة خالصة بقى لها ربع ساعة. انا اروح اقول للمدير. دلوقتي ايه
ايه رايكم لو عملنا رحله تعليميه للولاد لمكتبه اسكندريه والقبه السماويه؟ حلوه جدا، تبقى جميله جدا. كمان الولاد كمان هناك هيقروا كتب، وكمان في مرشدين هناك بيعلموا الولاد حاجات حلوه جدا. ده كمان انا بكده روحت كان في اثار هناك وفي حاجات جميله قوي. حلوه قوي قوي، وكمان تعليميه جدا للولاد. طب اقول لك حاجه، التلاميذ هيفرحوا جدا. جدا سياده المدير. ازيك يا استاذ محمد، عامل ايه؟ عامل ايه يا استاذ؟ انت مش قايل لي عندك حصه؟ انا في حضرتك كان عندي حصه دلوقتي والفسحه خالصه بقى لها ربع ساعه، ودخلت فصل 5 اول ما لقيتش التلاميذ، وبصيت عليهم في الحوش مش موجودين. يبقى راحوا فين؟ اكيد في الكانتين عشان كان زحمه جدا. ممكن بيشرح حاجات حلوه. طب تعالى، ممكن تعالى كده، ده الحصه بقى لها اكتر من ربع ساعه. انا بقول لحضرتك انا شايفه الكانتين كان زحمه جدا، تعالى طب نشوفهم في الكانتين. لا لازم نشوف حل للكانتين. طبعا اتفضل. يلا نزلوا ايديكوا. خد خد. بس انا ما بحبهوش. كلي. طب انا عايزه مارشميلو. مارشميلو؟ ايه مارشميلو ده يا اختي؟ ايه مارشميلو ده؟ هيفيدك بايه مارشميلو ده؟ انا بحبه. ده بسكوت بالعجوه حلو، هيغذيكي. ما بحبهوش. طب اقول لك، هي امك عامله لك سندوتشات لانشون ونوتيلا. لانشون ونوتيلا؟ بص انا هقول لك حاجه، تروحي تقوليها لامك. روحي قولي لامك انا مش عايزه لانشون ونوتيلا، انا عايزه سندوتشات بتنجان وبطاطس. بتنجان؟ ماله يا اختي البتنجان ماله؟ انا ما بحبهوش. طب اسكتي انت يا عقله، انا بقول عليكي عقله. ماشي امسكي. انا ما بحبوش، ينفع تديني توينكس؟ بس يا صفرا عشان ما اضربكيش، بس عشان انت مش حامله قلب مني. توينكس ايه ده؟ انتوا بتفهموا ازاي؟ انتوا بتفهموا ازاي؟ انا تعبت من التفهيم فيكو، انا زهقت منكو. خلاص مش عايزه اسمع صوتك. بلا بحبه بلا ما بحبوش. والله انا عاوز اوري، والله ما بحبه. كلي وانت ساكت. والله ما بحبه. كلي وانت ساكت. عاوز اخلص والله اكل. ثانيه انت لسه وانا بديهم البسكوت كنت بتضحك، دلوقتي بتعيط ليه؟ بتعيط ليه؟ فهمني. الجسم ضيق. طب ما تقلعها. اقلعها وما تزهقنيش في عيشتي. اهي ده وحشه. خد يا وكمان امي عملت لي قهوه الصبح من غير سكر. انت جاي تعيط بعد ما شربتها؟ خد يالا. ما بحبوش. خد وانت ساكت. خد. بس انا ما بحبش ده، انا عايز شيبسي اللي بيكسب. هو انا بكلم مين دلوقتي؟ معلش هو انا بكلم مين؟ انا بقالي ساعة بقول خدوا وانتوا ساكتين. كل ما اروح لحد اديه باكو بسكوت يقول انا مش بحبه. خلاص طالما قلت الاول واحدة خديه وانت ساكتة يبقوا كلكوا تاخدوه وانتوا ساكتين، صح؟ صح. هدي نفسك بس ما تعصبيش. خدوش. بتحبوا وما بتحبوش ده بقى عند امك هناك. بحبه وما بحبوش، لكن هنا تاخد وانت ساكت. تاخده وانت ايه؟ ساكت. يا مش عايزه اسمع صوت. هدي نفسك. وانت بقى انا مش عايزه اسمع صوتك انت كمان، عشان انت مش حمل قلب مني. ماشي ماشي. انت بتكلم مين يا حبيبي؟ ماشي ماشي. شايف صوتي؟ ماشي. ارس ايه اللي انا عايزه فيه ده يا رب؟ انا زهقت. شوكي انت بينفع تغيروا لي وتجيبي برشميلو؟ صوت تلاميذ اهو. بطل. حاضر حاضر. انت يا اولاد ايه اللي جابكوا هنا؟ بصراحه سوكا اخدت منا مصروفه وادتنا بسكوت بالعجوه واحنا ما بنحبهوش، وقالت لنا ممنوع تشتروا اي حاجه حلوه من بره، كمان لو مشتريش منها بتزعق لنا وتبهدلنا وتذنبنا. انا قلت لكم كده؟ وانا قلت ايوه. انا قلت كده. انا غيبانين. ايوه زنبتينا والله. هما اللي عمالين يرموا لي حاجتي. والله انا قلت لها عايز. قلت لها ايه؟ قلت لها عايزه توينكس وهي ما رضتش، وضليت تقول لي خدي الدواء وضليت تشتم فيا. وانا قلت لها عايزه مارشميلو بسكوت بالعجوه ده. هما اللي قالوا لي عايزه بسكوت بالعجوه. خلاص لو سمحت يا استاذه ممكن تسيبينا نتصرف؟ اتفضل اتفضل استاذ محمد. خد التلاميذ وعلى الفصل. يلا قدام. ما بتحبوش؟ طب هات يا مستر. هات. انا قلت لها عايز برشميلو. ماشي. شيبسي اللي بيكسب. طب وانت عايز ايه؟ شيبسي اللي بيكسب. وانت؟ شيبسي اللي بيكسب. خلاص. وانت؟ برشميلو. فين مصروفكم؟
خلاص خلاص خلاص. وانت عايزه ايه؟ جبز اللي بيجزأ. وانت؟ انا عايزه فشار. خلاص تمام. وانت؟ وانا عايزه مارشميلو. طب لو سمحت كل واحد فيكم يروح الفصل بتاعه يلا، وانا هجيب لكم هي اخذت مصروفها. طيب انا هجيب لكم حاجه حلوه لحد الفصل. طب هي اخذت مصروفها. انا هجيب لكم حاجه حلوه لحد الفصل خلاص. انا انا يلا قدام يلا. انا مش عارفكم. احسن احسن. ايه يا حبيبي حاجه ولا ايه؟ بص يا مستر، انا قلت لها عايز مش عايز بالعجوه. قالت لي ده بيقويك يا غبي. فانا قلت لها ايه؟ مش عايز بالعجوه، عايز برشميلو. عيطني ده. لا روح يا مسلم، تعالى تعالى على الفصل يا حبيبي. تعالى اتفضل يا استاذ محمد. يلا يلا يا هند. اتفضلي اتفضلي. يلا والله انا قلت له هم عطوني الفلوس وقالوا لي عايزين بسكوت بالعجوه. انا ما ذنبتش حد، هم بيكذبوا. بصي دلوقتي انا هقول لك حاجه بس، تمام؟ مش الاستاذه المدير قالت انت ما ينفعش تدخلي المدرسه تاني؟ دخلت ليه؟ انا والله مش عارفه دخلت ازاي. طب وليه؟ مش انت قبل كده قطعتي دفتر الغياب بتاعت الميس؟ صح؟ لا مش انا. وانت طول اليوم تخبطي على الفصوله بتاعت التلاميذ؟ لا انا كنت واقفه هنا. صح ولا لا؟ مش النهارده، انا بكلمك على قبل كده. صح؟ مش انت بتقطعي العيال شنطهم؟ وبتاخدي سندوتشاتهم وبتذنبي العيال في الكانتين؟ انت دخلت ليه تاني هنا؟ مامتك فين؟ انا بطلت. مامتك فين؟ راحت تجيب حاجات. تجيب حاجات وسايباك انت هنا؟ اهي جت اهي. ايه الاستهتار ده؟ تعالي اتفضلي. خير يا ماما. العيال اتهموني يا ماما ان انا عطيتهم بسكوت بالعجوه وان انا خدت مصروفهم وانا ما عملتش حاجه. لو سمحت لو سمحتي، مش الاستاذه المديره قايله لك بنتك دي ما تجيش المدرسه؟ صح ولا لا؟ منبهه عليكي كام مره؟ انا هسيبها فين؟ طيب بصي لو سمحتي، لو انت عايزه تكملي معانا في المدرسه هنا، يا اما تيجي لوحدك يا اما بنتك ديت ما تجيش معاكي. تختاري لك حل، يا اما الكانتين بتاعك ده تاخديه تروحي تفتحيه في اي حته ثانيه، تفتحيه تحت عماره، تفتحيه. احنا هنا مدرسه محترمه وعندنا التلاميذ ديت ابهاتهم هيجوا بكره وهيوجعوا لنا دماغنا ويعملوا لنا مشاكل هنا، هيعملوا مشاكل للمدير. انت مش عارفه لبنتك كده غلط يعني؟ يا ماما انا ما عملتش حاجه. دي مش اول شكوى منها. اتفضلي يا استاذ المدير وانا هتكلم معاها. اتفضلي يا فندم. ماشي يلا بينا. اسمعي مني، يا اما بنتك ما تجيش المدرسه تاني هنا، يا اما تلم الفرش بتاعك دوت، تلم حاجتك الكانتين بتاعك دوت، وتطلعي بره المدرسه. احنا مش عايزين مشاكل مع حد. خلاص تمام، جيبها تاني معايا. احنا في مدرسه محترمه هنا. وانا هكلم عن محمود الحارس ازاي يدخلها، ازاي عن محمود بتاع الامن يدخلها. انا مش فاهم. انا هكلمه دلوقتي واخلي مداد تكلمه كمان. هو لو كان قال لنا الصبح ان الزوجة ممنوعه ما كنتش جبتها معايا. يعني هو قال لي الزوجة تخش قبليك؟ يعني هو ما قالكوش؟ ما قاليش حاجه. لا ده لازم يتجهز عم محمود. ماشي السلام عليكم. وانت هطلع عينك. ماشي يا ماما انا ما عملتش حاجه. قدامي والله ما جايباكي معايا تاني. اتفضلي هتقطعي اكل عيشي. خلاص يا ماما والله مش هعمل حاجه. قدامي بلطجي على العيال. اتفضلي قدامي امشي. انا مش هسيبك.